الفلاحون يرحبون بزيادة أسعار توريد القمح وأيضا القصب. الفلاحون يرحبون بقرارات مجلس الوزراء والخاصة برفع سعر توريد أردب القمح من 420 إلى 450 جنيه. يعني خبر مهم جدا جدا، يسعدنا ويشرفنا طبعا أننا يعني ناخد مداخلة من دكتور حامد عبد الدايم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة. أهلا بك يا دكتور. برحب بيك وبالمشاهدين الكرام. برحب بيك يا دكتور. يعني بالتأكيد خبر زيادة أسعار توريد القمح والقصب من الأخبار اللي يعني بيرحب بها وبتسعد كثير من الفلاحين في هذه الأيام. تفاصيل الخبر بالتأكيد عند حضرتك دكتور حامد. هو طبعا يعني أنا بأكد لك يعني أن الحمد لله كل اللي احنا قلناه خلال الأيام السابقة من توصيات معالي الوزير بضرورة الإعلان السريع عن سعر توريد القمح الحمد لله تحقق، وإحنا كنا قلنا قبل كده أنه إن شاء الله لن يقل السعر بالنسبة للقمح بصفة خاصة عن 450 جنيه للأردب، ودوت كان نتيجة الاجتماعات المستمرة بين الزراعة والتموين وقيادات الفلاحين رؤساء الجمعيات المركزية للإصلاح الزراعي والاتحاد التعاوني وأيضا أعضاء مجلس النواب لجنة الزراعة والري. الحقيقة اللي استمرت هذه الاجتماعات يعني كذا لقاء وانتهينا أن يكون سعر توريد القمح 450 جنيه للأرداب، وأعتقد أنه هذا السعر الحمد لله مرضي ومربح بالنسبة للفلاح. واسمحي لي يعني لازم أشكر دولة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومجلس الوزراء أنه فعلا وافق على توصيات وزارة الزراعة والمقترحات اللي احنا تقدمنا بيها، لان طبعا حضرتك عارفه انه الفلاح يهمنا احنا بالدرجه الاولى كوزاره الزراعه. طبعا. وطبعا ده يعني احنا كنا حريصين، وزير الزراعه كان حريص انه لابد من الاعلان المبكر عن سعر توريد القمح عشان ده يكون تحفيز للفلاح انه يزرع القمح، لان حضرتك عارفه ان احنا خلاص يعني هنبدا ان شاء الله زراعه هذا المحصول المهم عشان ما يحصلش زي ما حصل في الموسم الماضي وطبعا يتاخر الاعلان عن سعر التوريد، ودوت كان سبب في ان عدد كبير من المزارعين للاسف ما زرعوش قمح، لكن مع الوزير كانت تعليماته ضروره الاسراع في الاعلان لسعر توريد القمح علشان يكون حافز للمزارعين. وايضا بالنسبه للقصب حضرتك عارفه يعني ارتفع سعر توريد اقل من 400 ل 500 جنيه، وده برضو الحقيقه سعر مرضي ويرضي كل الفلاحين وبالذات اهالينا مزارعي قصب السكر في الصعيد. واحنا طبعا بنشكركم جدا دكتور حامد على مجموعه التوصيات والاجراءات المتخذه طبعا لقدوم فصل الشتاء، واجراءات مهمه جدا يعني وبالتاكيد بتساعد الفلاح في هذه الظروف على زياده الانتاج. شكرا جزيلا دكتور حامد عبد الدايم المستشار الاعلامي لوزير الزراعه.